عيشونا البيت على راديو تموز، على راديو تموز. شيك بينت كل سبت وبإعادة الأحد 8 المساء بتوقيت بيروت، معي أنا جيسا الروع على راديو تموز الإلكتروني. مرحبا لكل محبي الألوان، ومرحبتين لكل محبي الحياة والتجدد والحيوية والنشاط وبيكره الروتين، وثلاث مراحب لكل محبي الشياكة وبرنامج شيك بينت باي ناشونال بينتس، وبيعرفوا كيف يميزوا جودة ونوعية الأصباغ قبل ما يشتروها. حلقتنا اليوم غنية بالشياكة، مليانة جوائز من مختبرات عالمية وألوانها بتخلينا كتير مبسوطين ومستعجلين لندهن فيها منازلنا أو مكاتبنا. عم بحكي عن اسم رنان بعالم الأصباغ، ونافس كتير أنواع، ولكن مثل العادة ولا نوع أبدا قدر أنه يسبقه وانضم للائحة الأصباغ المميزة والفريدة بنوعيتها وجودتها يلي بتنتجها شركة الأصباغ الوطنية ناشونال بينتس. هالأصباغ اسمها Expressions Bellissi Perla. شو اسمها؟ Expressions Bellissi Perla. شو بدنا بهالحكي يا جماعة؟ فخامة الاسم بتكفي، كيف لتعرفوا المواصفات؟ رح أخبركن عنا من بعد ما نسمع سوا رأي البعض بأصباغ ناشونال من عدة بلدان عربية وغربية تتواجد فيها فروع لهالشركة الأسطورة، شركة الأصباغ الوطنية ناشونال بينتس، مع تحية لروح أستاذ سليم الصايغ يلي أسسها وما بيموت بقلبنا أبدا ولا من تفكيرنا. اشتقنا لك ومنحبك كتير ورح نضل. National Paints. Yes, they are one of the best companies that I dealt with them when I painted my new home. And the most important that it's eco-friendly paints. And the most thing that we like, me and the family, that we pick a color and it's not there. And they ask us to mix it for us. And it's truly come up the same color as we wished. Yeah, we like them. We like them a lot. ناشونال بينت دايما المفضلة عنا بالعائلة، يعني اي بيت جديد او صيانة بيت خي ما في ريحة بعد الدهان، وما بتخاف على عائلتك، بكفي حيزة على جوائز عالمية من اهم المختبرات. ناشونال بينت هي من اهم الشرك بمجالها، من اكتر من 20 سنة تعاملنا معهم ولليوم عم نتعامل معهم، كوني انا بتعب اشتغل بموضوع الانتريا ديزاين، فكل الكلاينتس اللي عندي اول شيء بيطلبوا الوان ايام بتكون معقده، الوحيد اللي بيقدر يجيب لي اللون. في شرك اكيد موجوده بالساحه بس اللي اثبت جدارته لليوم ناشونال بينت بهذا الموضوع، ما في لون بيصعب عليهم، واللي اهم من هذا كله انه الوانهم كلها صديقه للبيئه، صديقه بيئه، وهذا الشيء اليوم الكل بتطلع عليه، واذا دل عشي هذا الموضوع انه هن جماعه مواكبين كل شيء عم بيصير حواليهم. قد ما احكي اليوم ناشونال بينتس هي ذا بيست اوف ذا بيست. Мне очень нравится продукция National Paints. Мы очень довольны этим производством. Всегда пользуемся именно этой компанией. Экологически чистый продукт. Не выделяет никаких запахов, нет едких запахов. Очень приятно работать с ними. И при выборе покраски нашего дома мы всегда выбираем именно их. أصباغ ناشونال يا جماعة، أنا مجربها من أكثر من 10 سنوات. انتقلنا حق بيتنا الجديد، صبغناه كامل الحمد لله. ما شريحة، ما تحس أبداً إن في أي بخود في الألوان، الألوان واضحة، الألوان صج، الألوان تجنن. أنا أنصح كل حد بأصباغ ناشونال. Expressions Bellissi Perla ماء الأساس بيحتوي على خضاب لؤلؤي صديق للبيئة، مثل كل الأصباغ اللي بتنتجها شركة الأصباغ الوطنية National Paints، وإله تأثير لؤلؤي زخرفي براق. إذا في لون معين ببالكن ومش موجود بالشيد كارت، بيتم تحضيره من خلال نظام National لخلط وتحضير الألوان
بواسطة الكمبيوتر. بالنسبة لمعدل التغطية مثل ما دايما منذكر انه بيعتمد على طريقة الاستعمال وسماكة طبقة الدهين وطبيعة السطح، بس اجمالا بين 7 و8 متر مربع. بس تدهنوا بالبليسي بيرلا ما تلمسوا السطح قبل ساعة، وتذكروا تنطروا 6 ساعات قبل ما تدهنوا الطبقة الثانية، وبعد 24 ساعة بيكون نشف تماما. البليسي بيرلا جاهز للاستعمال، وتأكدوا قبل ما تبلشوا الدهين انه عندكم رول وفرشاية ومسطرين. اشطر مهندسي ديكور بشركة الاصباغ الوطنية ناشونال بينتس بيوصونا نتبع 4 خطوات عند عملية الدهين. اول خطوة يطلع السطح باستخدام الرول بطبقة واحدة من اكسبريشنز اكريليك برايمر ابيض مخفف مع الماء بنسبة 10 إلى 15%، وتترك حتى تجف لمدة ساعة واحدة. الخطوة الثانية يطلع السطح كمان باستخدام الرول بطبقة واحدة من اكسبريشنز بيز كوت مقارب للون اكسبريشنز بليسي بيرلا مخفف مع الماء بنسبة 5 إلى 10%، وتترك حتى تجف لمدة ساعتين. الخطوة الثالثة يطلع السطح باستخدام الفرشيت بالطبقة الأولى من اكسبريشنز بليسي بيرلا حسب اللون يلي اخترتوه، وبتنطروا ساعتين حتى تنشف. الخطوة الرابعة والأخيرة يطلع السطح بالطبقة الثانية بتحريك مسطرين بلاستيك بعناية فوق السطح بضربات عشوائية وبطريقة مائلة، وتترك حتى تجف. للتوضيح أكثر شوفوا الصور المرفقة مع الحلقة الموجودة على يوتيوب شانل راديو تموز. إن شاء الله تكون هالحلقة عجبتكم. لمزيد من المعلومات nationalpaints.com، National Paints على الإنستغرام، nationalpaints.ae على الفيسبوك. تابعوا دايما راديو تموز على اليوتيوب وفيسبوك والإنستغرام. ما تنسوا تحملوا مجانا التطبيق الهاتفي لراديو تموز من أبل ستور وبلاي ستور، وتزوروا موقعنا radiotamuz.com. إلى اللقاء. شيك بينت كل سبت وبإعادة الأحد 8 المساء بتوقيت بيروت، معي أنا جيسا الروع على راديو تموز الإلكتروني.